ولا أستطيع أن أسمع الوزير. نجاح الانقلاب في النيجر ألن ينقل التجربة ربما إلى دول إفريقية أخرى؟ لذلك دول الإكواس الآن جن جنونها، وبعدين الآن في طريق آخر لتكريس النفوذ الروسي في القارة الإفريقية وفي غرب أفريقيا بالتحديد. هذا مبحث مختلف تماما. نحن نتحدث عن الطقس الداخلي الأفريقي. الشعب الأفريقي الآن إذا خير بين ديمقراطية فاسدة وبين عمل يضع حد للنهم الأوروبي، بالتأكيد سيختار العمل حتى إذا أرادت ولو بدعم روسي، إذا ولو بدعم شيطاني. إذا أرادت الدول الأوروبية الديمقراطية حقيقية في أفريقيا فلتكف عن نهب خيرات أفريقيا، فلتترك المشهد السياسي. ليش روسيا لن تنهب أفريقيا ودول أفريقيا؟ كل الخارج، حتى لا نقع في لبس، كل الخارج عليه أن يترك الجغرافيا الأفريقية لصالح قوة الدفع الأفريقية، لصالح النضج الأفريقي. الدول الأفريقية لا زالت منتهبة، لا زالت مستلبة، الدول الأفريقية لا زالت مختطفة، لا تستطيع أن تتحدث عن نظام ديمقراطي يمثل المصالح الأوروبية وتريد الآخرين أن يكتفوا أيديهم. والله هذه ديمقراطية، نحن نأكل وندعم الديمقراطية. يجب أن على المثقف الأفريقي والمثقف في الشرق الأوسط أن يميز جيدا بين النظام الديمقراطي الأصيل الحقيقي القائم على الوعي والقائم على الاختيار، وبين النظام الديمقراطي الفاسد. النظام الديمقراطي الفاسد أسوأ من النظام العسكري. لماذا؟ لأنه يسرق خيرات أفريقيا تحت مسمى الديمقراطية، وستستمر الانتفاضات ضد هذه الأنظمة الديمقراطية الفاسدة. يعني عندنا الآن في تونس هذا نظام ديمقراطي فاسد، في النهاية ستترتب عليه حالة بتاعت رفض شعبية كبيرة جدا، ستترتب عليه حالة انفجار كبيرة جدا. انتخابات مثلا، الانتخابات المصرية مثلا، عبد الناصر انتخابات، ولكن في النهاية انتخابات فاسدة. ما هو انتخاب، مصيغة بتاعت انتخاب. عندنا في السودان جعفر نميري كل 4 سنوات ينتخب، الناس بيمشوا الصندوق وينتخب 99% و95%. هذه مرقة الديمقراطية، نكت الديمقراطية، ليست الديمقراطية الحقيقية. إذا كنا نريد أن نفاضل بين ديمقراطية فاسدة تصدر إلينا من أوروبا وبين نظام يريد أن يضع حد للأطماع الأوروبية، فالمواطن الأفريقي البسيط سيختار النظام الذي سيضع حد للأطماع الأوروبية، لأنه من هنا يبدأ التعافي الأفريقي. من هنا يبدأ التعافي الأفريقي بدل المكوث تحت سطوة الاستعمار الخارجي. أستاذ أحمد، لو كان معمر القذافي عايش كان حطك مذيع عنده أو وزير إعلام. بالضبط، أنت مثال لتبرير الاغتصاب، كل كلامك يعد. يعني بس يا أستاذ أحمد، خلينا الله يرضى عليك أستاذ أحمد، خلينا ننهي هذا الحوار. يعني لك كل الاحترام ولمعالي الوزير هنا كل الاحترام، خلينا ننهي هذا الحوار بشيء من الفائدة بدون شخصنات الأمور. يعني أنا أتمنى لك الشفاء العاجل، يعني واضح أنه هنالك حمولات نفسية في قصة الاغتصاب التي كررتها أكثر من مفردة الديمقراطية هذه. يعني عم بحكي كلام بسيط لحتى انت عم تضحك على الناس البسيطة، وانا همي الناس البسيطة يعرفوك على حقيقتك. هذه ديمقراطية تدور. طيب خلينا نتركها حتى هذه المسألة. هذا وهم يا اخي. طيب انك تمثل الان الناس البسيطة، هذا وهم ايضا كلام. طيب استاذ احمد، طول بالك مع تحفظي على هذا الكلام استاذ احمد. خلينا نترك ايضا، نطلب الآن من المشاهدين الكرام اتركوا تعليقاتكم على ما قاله الأستاذ أحمد وما قاله الأستاذ حسن في تعليقاتكم مشاهدين الكرام على هذه الحلقة. أستاذ أحمد اختم بما تريد. هذا دوري في الكلام، لا مش خاتمة، بدي أقول كل ما أريد. طيب فضل. مرة العاشرة يقرر هو نيابة عن الشعب هذا ما يريده الشعب، ويحكم عليها أنه ديمقراطية فاسدة، وأنه الديمقراطية الفاسدة هي أسوأ شيء في الوجود. الانقلاب العسكري والناس اللي زيك هم أسوأ شيء في الوجود. الحكم الاستبدادي هو أسوأ شيء في الوجود. وكل الديمقراطيات في العالم، كل الحكم الحر في العالم يحتمل الفساد، في نسبة فساد في كل الدول الديمقراطية. ولكن كيف نصلح هذا الفساد؟ بمزيد من الديمقراطية، وليس بالانتكاسة على الديمقراطية، بمحاربة الفساد. مو بشيل النظام كله بكبه. إذا كان الزواج عم يفشل، ما بلغي مؤسسة الزواج يا أستاذ، بصلح مؤسسة الزواج، بصلح الطرفين. ولا هذا التدرج يا أستاذ أحمد، هذا التدرج عمليا هذا التدرج، مع رفضي لشخصنتك هذه وبعض الكلمات التي استخدمتها، هذا التدرج الآن ربما يؤدي إلى عملية انتخابية متكاملة يفتح لها الطريق هذا الانقلاب. ما في تدرج، عمره ما حكم عسكري أدى إلى خير بحياته، لا يمكن إلا إلى الشر المطلق.
بما في ذلك تحكم الخارج. شوف الحكم العسكري هو اللي صار في ظله تحكم أجنبي أكبر بكتير، وصار في ظل الحكم العسكري شكراً نهب أكبر بكتير، أكبر بكتير بكتير. ولا تسمحوا يا أفارقة، لا تسمحوا لهؤلاء المضللين بالسيطرة على عقولكم. السيد هو أنتم الشعب، وبعدين أنه يتحكم فيك عسكري مثل أنه يتحكم فيك أجنبي. هو العسكري أجنبي عنك، أجنبي جهة تانية تتحكم في إرادتك. القذافي أجنبي عن الشعب الليبي، هو عدو الشعب الليبي. وعبد الله حمدوك في السودان المدني كان يعني مثالا للديمقراطية والحرية. ما حكم، كان حكم عسكر مقنع، ولذلك يجب أن لا يكون هناك حكم عسكر لا مقنع ولا مباشر. لازم العسكر يروحوا على السكنات. الحكم العسكري في سوريا دمر سوريا كليا. الحكم العسكري في مصر هو عدو مصر الأول أكثر من إسرائيل وأكثر من أمريكا، لأنه هو اللي بيجيبهم. الحكم العسكري هو المقدمة. والمدني العميل لدول الخارج شو بتساوي مع المدني العميل؟ أربع سنين وبشيله وبصلحه. بس شكرا جزيلا. تمام، وصلت الفكرة. شكرا لك الكاتب الصحفي أحمد كامل، لك كل الاحترام، ولضيفنا هنا الأستاذ حسن إسماعيل كل الاحترام. وأنا أعترض وأرفض أي كلمة يعني كان فيها نوع من التجاوز. هذه هي مشكلة الديمقراطية يا أستاذ، يعني هو الآن لا يستطيع أن يتحمل الرأي الآخر ويريد أن يفرض. الديمقراطية لا تفرض، هو غير قادر الآن على أن يتحمل رأي في الطاولة. وهذا ما هذه الديمقراطية الكذوبة، هذه الشعارات الكذوبة، يعني المفاضلة بين نظام منتخب، هذا نظام مثالي، أما نظام مدني فاسد لصالح الدول الأوروبية هذا مرفوض، أو نظام عسكري يكمم الأفواه أيضا هذا مرفوض. فلنبحث عن خيارات أفضل بغير انفعال وبغير حمولات نفسية وبغير عقد.